يبقى الخطوات المتبعه يا باشمهندسين عندنا اللي احنا بنقول له فايل نيو ونقول له نفتح الملف التمبلت بتاعنا. بعد كده بعمل ايه يا باشمهندسين؟ ها؟ بقول له انزيرت انزيرت من الريبون انزيرت واقول له هنا يا باشمهندس براوز واختار الخريطه الكونتوريه بتاعتي واتاكد ان دول دي غير مفعله ودي مفعله اللي هي الاكسبلود واقول له ايه دلوقتي يا باشمهندسين؟ واقول له اوكي. بعد كده اقول له ايه يا باشمهندسين؟ زد اي انتر واضغط على السكرول مرتين يظهر الكلام. تمام يا شباب؟ بعد كده اعمل الالاينمنت المسار بتاعي طبقا للقواعد اللي احنا شغالين عليها عادي خالص. ادي هنا دي نقطه البدايه. انا طبعا هنا اشرح على اي مسار ماشي بدون اي قواعد يعني عشان بس حدش يقول. وهنا ده كده يا باشمهندس اخترت النقطه دي وبعد كده اخترت النقطه دي. طيب انا دلوقتي يا باشمهندس عملت الايه المسار بتاعي كايه؟ كليه اوت عادي خالص. هنا بقى ما احولش يا باشمهندس لبول لاين او اي حاجه من الحاجات دي، امال اقول له ايه على طول؟ اقول له الاينمنت كرييت الاينمنت ايه؟ باي لي اوت. واعمل ايه هنا في الشاشه دي اتفقنا؟ اسمي المسار بتاعي وبعد كده يا باشمهندس الاستيشن البدايه السرعه عندي يا باشمهندس اتفقنا كام؟ 120. وهنا يا باشمهندس من جنرال طبعا اختار من هنا يا باشمهندس اللي هي ايه؟ الاوردر ده. بعد كده اقول له هنا يا باشمهندسين؟ اقول له اوكي. يروح ظاهر لي الشاشه الظريفه دي. فاكرين انتوا الشاشه دي؟ اللي كنا بنجيبها منين؟ من ايديت جيومتريك صح ولا يا باشمهندسين؟ طيب كنا احنا شرحنا هنا يا باشمهندسين ده الخصائص اللي بيظهر فيها الخصائص بتاعه الالاينمنت. لو جيت تكيت عليها يا باشمهندس هو فين الالاينمنت اصلا؟ لسه ما عملتوش صح يا باشمهندس؟ طيب قال لي هنا في حاجه في الاول اللي انا بعمل منها يا باشمهندس الالاينمنت. قال لي الالاينمنت ده ممكن تعمله تانجنت تانجنت ايه؟ نو كيرف. ده لما يكون مش عندك اي ايه يا باشمهندس؟ منحنيات على الطريق. او ممكن تعمله يا باشمهندس ايه؟ تانجنت تانجنت بس بين التانجنت والتانجنت في ايه؟ في كيرف. طب الخصائص بتاعت الكيرف ده بدخلها منين؟ بدخلها من الاوبشن الثاني. تمام يا باشمهندس؟ اللي هي كيرف اند سبايرال ايه؟ اند سبايرال سيتنج. لو تكيت عليها دلوقتي يا باشمهندس بيقول لي ايه؟ هو نوع المنحنى سبايرال كيرف سبايرال؟ يبقى لو هو سبايرال كيرف سبايرال يبقى نفعل اللي قبل واللي بعد. تمام يا باشمهندس؟ طب لو هو يا باشمهندس سيمبل يبقى بفعل اللي في النص بس واقول له هنا الريديوس. الريديوس دي بجيبه منين؟ من المعادله او من الجداول بتاعت الاشتو. بجيب من المعادله او جداول الاشتو الار مينيمم وبجيب من جدول الاشتو الار ماكسيمم وباخد قيمه في النص. طلع عندنا بكام؟ ب 800. تمام يا شباب؟ طب لو في سبايرال قبل وسبايرال بعد بجيبه منين؟ بروح احسب ال ال سبايرال. بحسب ال ال سبايرال منين؟ ها؟ من المعادلات. فاهمني ولا يا باشمهندس؟ يبقى بحسب ال ال سبايرال من المعادلات واروح ايه اعوض بيها هنا يا باشمهندس. تمام؟ او يا باشمهندس في عندي هنا حاجه في السفل لو جينا قلنا كنسل. في هنا يا باشمهندس من الاينمنت في حاجه هنا اسمها ديزاين كريتيكال ايه؟ اديتور. ديزاين كرايتيريا اديتور اللي هي يا باشمهندس المحددات التصميم. تمام يا باشمهندسين؟ طيب لو جينا هنا يا باشمهندس ضغطت عليها انا هنا عاوز ايه؟ محددات التصميم بتاعتي ايه؟ الاينمنت. تمام يا باشمهندسين؟ بعد كده نخش على ايه؟ المينيمم ريديوس تيبل. هنا يا باشمهندس لو دخلت على المينيمم ريديوس تيبل هنا يا باشمهندس بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي الريديوس عند السرعات لو كان الاي بكام؟ 6%. يعني لو الاي ب 6% والسبيد بايه؟ ب 120 الريديوس المفروض يبقى كام؟ 755. دي اللي هي الار مين؟ ار مينيمم. يبقى الار مينيمم ممكن اجيبها منين؟ من جداول الاشتو اللي انا مديها لك او منين؟ او من المعادله او هو اصلا البرنامج عنده ايه يا باشمهندسين؟ عنده جداول الاشتو جاهزه جوه. تمام؟ جبناها منين يا باشمهندسين؟ من الاينمنت
ديزاين كرايتيريا اديتور الاينمنت. اول حاجه اللي هي المينيمم ريديا ستيبل اللي هي الار مينيمم اللي انا اما اجيبها من جداول الاشتو اللي انا مديها لك او اما اللي انا اجيبها من المعادله او جداول الاشتو اللي موجوده في البرنامج دي. ما اللي موجوده في البرنامج دي عباره عن جداول الاشتو. اخش عند الاي الاقي عندي يا باشمهندس الايه الريديوس المقابل للسرعه. مفهوم ولا مش مفهوم يا باشمهندسين؟ يبقى لو قلنا دي الريديوس اللي هو 540 ده المقصود بايه؟ ده الار مينيمم في حاله يا باشمهندس سرعه 120 والاي بكام؟ ب 12%. فاهمني ولا يا باشمهندسين؟ طيب في عندي حاجه هنا يا باشمهندس اللي هي ايه؟ السوبر الليفيجن اتيننج ميثود. في هنا لو دخلنا السوبر الليفيجن اتيننج ميثود دي يا باشمهندس دي انا مش بحتاجها في حاجه لان دي فيها يا باشمهندس القيم بتاعت السبعه من عشره والثلاثه من عشره والاثنين من عشره والنص والنص. فاكرين انتوا اللي هي السبعه من عشره والثلاثه من عشره؟ ده لو كان سيمبل ونص ونص لو كان ايه؟ سبايرال. دي احنا مش بنخش فيها اللي هي السوبر الليفيجن اتيننج ميثود. احنا يهمنا السوبر الليفيجن يا باشمهندسين تيبل. في عندي حاجه اسمها ايه؟ ترانزيشن لينس ايه؟ تيبل. في عندي هنا بقول لي لو تولين قيم الترانزيشن لينس لو عندي مثلا دخلنا عند السرعه 120 يبقى يا باشمهندس ترانزيشن لينس ايه المقصود بترانزيشن لينس؟ الطول بتاع السبايرال. تمام يا شباب؟ طيب هنا يا باشمهندس لو الطريق عندي نوعه ايه؟ حارتين، حاره رايح وحاره ايه؟ وحاره جاي، والسرعه كام؟ 120 والريديوس كان انتوا حاسبينه بكام؟ تقريبا 800. يطلع عندي ال ترانزيشن بكام؟ 57. اخد ال ترانزيشن ده واروح اعوض بقى فين؟ ها؟ في السبايرال. مفهوم ولا يا باشمهندسين؟ يبقى عيد تاني. يبقى منين الكلام ده؟ اقول له والله من الاينمنت، اقول له ديزاين كرايتيريا اديتور. اروح داخل على الاينمنت وبعد كده اخش على سوبر الليفيجن تيبل وبعد كده يا باشمهندس اخش وليكن عند الاي ب 6% او الاي ب 4% او الاي ب 8% ايا ما كان بقى الاي بتاعتك عندك كام. احنا عندنا الاي في المشروع كام؟ 6%. اخش هنا عند ترانزيشن لينس ايه؟ تيبل. وبعد كده هنا يا باشمهندسين انا عندي هنا مديله تو اوبشن، لو الطريق عندي حارتين لو الطريق اربع حارات. اروح داخل على التو لين وبعد كده يا باشمهندسين الاقي هنا ترانزيشن لينس بيختلف بناء على ايه؟ على السرعه. اخش عند سرعه الطريق كام؟ 120. اخش هنا يا باشمهندس عند ال 800 اقدر اجيب ايه يا باشمهندس؟ قيمه الترانزيشن لينس. بس البرنامج هنا بيوفرها لي لو الطريق اللي عندي ايه؟ تو لين او الطريق اللي عندي ايه؟ فور لين. فور لين دي يعني المقصود بيها ايه؟ حارتين رايح وحارتين جاي. تمام يا باشمهندسين؟ طيب لو الطريق اللي عندك بقى ثلاث حارات رايح وثلاث حارات جاي او اربع حارات رايح واربع حارات جاي تعمل ايه؟ تحسبها بقى. تحسبها منين؟ ها؟ من القوانين اللي انا مديها لك يا باشمهندس اللي هي دي. اللي هي اللي في تكعيب على 28 ار او 2 دبليو اي ناقص دبليو كيو على 2 دلتا اس، ده لو انت هتدور حوالين الانر، او دبليو في على دلتا اس لو انت هتدور حوالين الاوتر او السنتر. طبعا دول كنا بنستخدمهم لو كان الطريق تو لين تو واي، صح ولا يا باشمهندسين؟ فهي المعادله اللي انت هتحدد منها هي المعادله دي بس اللي هي في تكعيب على 28 الار. تخش بالار وتخش بالسرعه تقدر تجيب ال ترانزيشن. خلاص شباب؟ مع ال ال ترانزيشن دي لو كان الطريق تو لين او كان الطريق فور لين. ايه هي ايه؟ يا باشمهندس هو هنا يا باشمهندس بيطلب منك ايه؟ لو جينا هنا قلنا الاينمنت كريت الاينمنت باي لي اوت وقلنا اخترنا رود ايه والحاجات دي كلها والسرعه هنا كانت كام؟ 120. وهنا من جنرال قلنا هنختار الايه؟ الستايل ده والليبل ده وقلنا اوكي. بيجي يطلب منك هنا يا باشمهندس الكيرف اند سبايرال ايه؟ سيتنج. تمام؟ يجي يقول لك والله هو النوع اللي انت هتشتغل بيه نوعه سيمبل يبقى مش هتفعل دول. يبقى دول كده غير مفعلين. ادي السيمبل الريديوس كام؟ 800 اللي احنا جبناه من المعادله او جبناه من ايه؟ من الجداول او جبناه من الشرطات الموجوده في البرنامج. خلاص شباب؟ طيب. طب لا انا عاوز استخدم السبايرال يبقى اعمل ايه؟ يبقى اروح افعل السبايرال قبل وافعل السبايرال بعد. طب اللينس هنا قيمته كام؟ 57. جبت منين ال 57 دي؟ من اللي احنا جبناها من قيمه شويه. احط هنا 57 جبناها منين؟ من اللي احنا جبناها قبل شويه.
مفهوم ولا مش مفهوم يا شباب؟ احنا قلنا يا باشمهندس ان انت عندك هنا من الخطوات اللي انت لازم تحدد ايه نوع المنحنى اللي انت هتشتغل عليه. كنا بنقول يا باشمهندس يفضل في الطرق الخلوية الرورال يبقى اللي انا اصممه ايه؟ سبايرال كيرف سبايرال. طب في الايربان على حسب السرعة، لو كانت السرعة اقل من 70 يبقى سيمبل، لو السرعة اكبر من 70 يبقى ايه؟ سبايرال. لو السرعة اكبر من 70 يبقى ايه؟ سبايرال. يبقى السبايرال بستخدمه امتى؟ في الايربان لو السرعة اكبر من 70 وفي الرورال. لكن في الايربان استخدم ايه؟ السيمبل لو كان السرعة اقل من 70. مفهوم ولا يا باشمهندس؟ ده انا بقول لك يفضل، عاوز تتبع اتبع، مش عاوز براحتك. فاهمني ولا يا باشمهندس؟ تمام. يبقى انا هنا دلوقتي يا باشمهندس قلنا من هنا كيرف اند سبايرال، واقول له والله عاوز تفعلهم وليكن ده 57 وده كام يا باشمهندس؟ ركز بقى مع بعض يا شباب. يبقى اول خطوه عشان بس ايه الناس ما تتلخبطش، قلنا يا باشمهندس الاينمنت كريت الاينمنت باي لي اوت. دلوقتي يا باشمهندس بسمي الاسم رود ايه واقول له هنا يا باشمهندس السرعه، واقول له يا باشمهندس هنا يا باشمهندسين الايه الستايل بتاعي والايه والليبل بتاعي، وبعد كده اقول له يا شباب اوكي. بعد كده اقول له من هنا يا باشمهندس الكيرف اند سبايرال سيتنج، انتوا عاوزين نوعه يبقى ايه؟ سبايرال. يبقى يا باشمهندس عشان يبقى سبايرال يبقى فعل اللي قبله واللي بعده، واقول له يا باشمهندس الطول بتاع السبايرال اجيبه منين الطول؟ قلنا نجيبه من الجداول. بناء على ايه؟ بناء على السرعه وعدد الحراره. تمام؟ واجي من هنا يا باشمهندس واقول له الطول، في مشكله؟ واقول له هنا يا باشمهندس الريديوس ده اجيبه منين؟ من المعادله او اجيبه منين؟ من التشارتات زي ما احنا قلنا، واقول له الطول هنا 800. تمام؟ انا هنا اشتغل على انه يا باشمهندسين سيمبل ليه غرض عشان خاطر انا ايه عاوز اوصل لكم ليه السوبر اللي فيه ايه ده. هنا يا باشمهندس لو انا قلت دخلت هنا ال 57 ايه اللي حصل في الايه؟ بتختلف. يعني هنا يا باشمهندس انت ممكن تدخل القيمه اللينس وهو يغير لك دي، او في اوبشن تاني اللي انت تدخل قيمه الايه وهو ايه يجيب لك اللينس. معناها يا باشمهندس ان المفروض ان ال ان سبايرال ده ليها قانونين، هي عباره عن الماكسيمم بين حاجتين، بين الاي تربيع على الار وبين حاجه ثانيه اللي هي يا باشمهندس الفي تكعيب على 28 الار. تمام يا باشمهندس؟ الاي دي بتيجي منين؟ الار طبعا ده اللي هو الار اللي انت اشتغلت عليها. الاي دي بتيجي منين؟ في جدول في الاشكو علاقه بين السرعه وبين الاي. تمام يا باشمهندس؟ طيب هنا يا باشمهندس البرنامج بيوفر لك ايه؟ بيقول لك والله انت ممكن تدخل السبايرال ده بدلاله الطول، او لو انت عندك الايه تدخل بدلاله الايه. طب الجدول ده موجود فين؟ الجدول موجود اهو يا باشمهندس. يبقى يا شباب دلوقتي اما اللي انا ادخل بدلاله الطول وعرفنا نجيب الطول منين، او الاسهل اللي انا ادخله بدلاله ايه يا باشمهندس؟ بدلاله الايه. طب الايه دي بجيبها منين؟ من السرعه. لو السرعه 120 الايه قيمتها كام؟ 350. خلاص شباب؟ طيب. يبقى هنا دلوقتي يا باشمهندس ادخل بقى اما باللينس وعرفنا ازاي نجيبه، او اما بالايه وعرفنا ازاي نجيبه. طبعا انا هشرح هنا السيمبل ليه غرض عشان خاطر عاوز اظهر السوبر الفيجن، وعاوز اوريكم السوبر الفيجن يكون شكله عامل ازاي. خلاص شباب؟ بعد كده اقول له يا باشمهندسين، اقول له اوكي. اجي اعمل ايه بعد كده؟ اروح رايح هنا على تانجنت، تانجنت ايه؟ ويسكيف. واروح هنا يا باشمهندس ده نقطه البدايه اهي. عندي دي يا باشمهندس نقطه الانترسكشن. عندي دي يا باشمهندس نقطه الايه؟ النهايه. واروح اعمل في النهايه انا كده خلصت الالاينمنت، اروح اعمل مسطره. يروح ظاهر لي ايه هنا دلوقتي يا باشمهندس؟ ظاهر لي الالاينمنت بتاعي. وراح عامل ايه هنا يا باشمهندسين؟ عامل كيرف. طب الكيرف ده يا باشمهندس الريديوس بتاعه كام؟
800 تمام يا باشمهندسين. يبقى خطوه اللي اوت دي يا باشمهندس اللي انا حددت له بس المكان كخطوط بدون مرسم راديوس بدون اي حاجه تمام يا باشمهندس، ورحت عامل ليه ولا عملت بولي لاين ولا اي حاجه، ورحت ايه مدخل المواصفات بتاعه الكيرف بتاعي تمام يا باشمهندسين، وبعد كده رحت رسم الالاينمنت ده خلاص يا باشمهندس. الفرق بين الطريقه دي وبين الطريقه دي ان طريقه البولي لاين دي طريقه من طرق الادخال بتاعتك، بس الطريقه دي ما بعرفش اعمل عليها طريقه السبايرا، يعني لو المنحنى سبايرا ما بعرفش فاهم يا باشمهندس، لكن طريقه اللي اوت لو المنحنى عندك سباير بتقدر ان انت توصف. عاوز تشتغل لي اوت على طول اشتغل، عاوز تشتغل بول لاين على طول اشتغل، اللي يريحك ده صح وده صح تمام يا باشمهندس. في الحالتين يا باشمهندس عملت الالاينمنت بتاعي. طيب يا باشمهندس اللي احنا شرحناه بعد كده بقى اللي هي لما اعمل رايت كليك واعمل اديت الاينمنت ليبل او جيومتري او ستايل او بروبرتيز بتختلف؟ لا هي هي خلاص يا باشمهندس. نفس النظام لو جينا على الشاشه اللي احنا فاتحينها دي، لو جيت عملت انزيرت هنا يا باشمهندس للبي اي وجيت هنا قلت والله انا عاوز هنا يا باشمهندس تعمل لي منحنى اهو، يبقى تقف في اي مكان وتعمل منحنى. عمل المنحنى هنا يا باشمهندس، بس ده هنا منحنى ولا عمل هنا نقطه بي اي؟ بي اي. طب فين المنحنى؟ اروح داخل هنا يا باشمهندس قايل له فري كير في فيلت، فري كير في فيلت، واروح تاكك عليها. يروح قايل لي ايه يا باشمهندس؟ فيرست انتيتي، يعني ايه المدخل بتاعك فين الاولاني؟ فاقول له المدخل الاولاني اهو. يقول لي ايه يا باشمهندس؟ النكست. اقول له النكست اهو. يقول لي طيب يا باشمهندس ليه الزان 180 ولا اكبر من 180؟ يعني اقل من 180 ولا اكبر؟ لا طبعا دي هنا هيبقى اقل من كام؟ من 180. طب الراديوس كام؟ اقول له 800. الزاويه اقل من 180 تمام يا باشمهندس، واروح قايل له مسطره. يروح عامل لي ايه هنا يا باشمهندس؟ عامل لي الكيرف. مفهومه ولا مش مفهومه؟ طيب انا عاوز اعمل ديليت للكيرف اللي انا عامله ده، اروح واقف هنا على ديليت واروح هنا يا باشمهندس معلم هنا واقول له انتر، يروح شايل لي يا باشمهندس الايه؟ الكيرف اللي انا عامله. يبقى يا باشمهندس انزيرت دي فهمناها؟ نعمل انزيرت نقولها تاني، واروح واقف في اي مكان انت عاوز تعمل فيه ايه؟ البي اي. انزيرت دي عملت لك بي اي، علمت اروح اعمل مسطره. يروح عامل لي البي اي. طب الدي بي اي في هنا منحنى؟ مفيش منحنى موجود، ارسم المنحنى منين؟ من هنا يا باشمهندس واقول له ايه؟ فري كيرف فيلت. اروح قايل له المدخل الاولاني واقول له الثاني اهو، واقول له ليه الزان 180؟ واقول له يا باشمهندس الايه؟ الراديوس 800. واقول له مسطره. يروح راسم لي ايه؟ المنحنى اللي عنده. بعد كده يا باشمهندسين طبعا انا عامل ده للشرح، فاعمل ايه هنا دلوقتي؟ اروح واخده معلم عليه واقول له يا باشمهندس ديليت، واروح واقف هنا يا باشمهندس ومسطره، يروح شايل لي ليه اللي انا عملته ده. مفهوم يا باشمهندسين؟ يبقى دلوقتي عشان اعمل الاينمنت باي لي اوت، فهمنا ازاي نعملها؟ فهمنا يا باشمهندسين ان اول حاجه هنا بعمل ايه؟ كيرف اند سبايرال سيتنج. لو انت يا باشمهندس نوعه سيمبل بحط الايه الريدياس هنا، وعرفنا ازاي نجيبه. في منه ثلاث طرق، اما الجداول بتاعه الاشتو الموجوده في البرنامج، او الجداول اللي انا مديها لكم بتاعه الاشتو، او منين يا باشمهندس؟ من المعادله. والسبايرال ده لازم يكون في سبايرال قبل وسبايرال قبل بعد. لو انتوا عاوزين بكونت الايه على طول، عرفنا ازاي نجيبها، نجيبها منين؟ من التيبل ده. او يا باشمهندس لو انت عاوز تحسب اللينس، ازاي اللي احنا نجيب الايه اللينس من الجداول بتاعه الاشتو ده، لو كان الطريق عندي 2 لين او 4 لين، لو الطريق 6 لين او 8 لين او كلام من ده، ازاي اللي احنا نجيبه من المعادله. مفهوم يا شباب؟ نراجع مراجعه سريعه بس يا باشمهندسين. احنا كنا اول ما بدانا كنا يا باشمهندسين بدانا اول حاجه من مرتين فاتوا التخطيط الافقي الايه للطريق. كنا قلنا عشان اعمل التخطيط الافقي للطريق ده يا باشمهندس كان لزمن عليا ان انا احدد بعض العناصر الايه التاليه، اللي هي ايه يا باشمهندس؟ اول حاجه اختيار وتوقيع مسار الطريق، ودي اتعلمناها. تاني حاجه يا باشمهندسين ايه؟ نوع الطريق ونوع المركبه التصميميه اللي احنا نصمم عليها. بعد كده يا باشمهندس السرعه التصميميه، وكنا بنحدد نوع السرعه التصميميه دي بناء على ايه؟ بناء على ايه نوع الطريق، صح ولا لا؟ وبعد كده حددنا نوع المنحنى اللي هو سبايرال ولا سيمبل، وفهمنا ازاي ندخله على البرنامج.
وبعد كده باشمهندسين تحديد قيمه السوبر اللي فيجن، وده بناء على نوع الطريق اللي عندها اللي هو اربن ولا رورال. وبعد كده باشمهندسين اختيار قيمه انصاف الاقطار المنحنيات اللي هي الار، ازاي اللي احنا نجيبها، نجيب الار مينيمم منين ونجيب الار ماكسيمم منين، وازاي اللي احنا نعدد عدد الحارات بتاعه الطريق. ودي المعادله البسيطه اللي احنا اتعلمناها قبل كده مع بعض، صح ولا يا باشمهندسين؟ طيب الخطوه اللي بعد كده اللي هي يا باشمهندسين تحديد قيمه الترانزيشن لينز. تحديد قيمه الترانزيشن لينز لسه متعلمينها دلوقتي، تمام؟ طيب وبعد كده اللي هي توقيع السوبر اليفيجن ايه على الطريق. هو ايه المقصود بتوقيع السوبر اليفيجن على الطريق ده يا شباب؟ يا باشمهندسين انا عندي من المعادله عادي خالص، كنا بنجيب الاي زائد الاف اس بيساوي الفي سكوير على 127 الار، ده كان طريقه البالانس، صح ولا يا باشمهندسين؟ كنا بنجيب الار عادي خالص، كنا بنروح نصمم من يا باشمهندسين السايد ديستانس، كنا نروح نجيب الار، كنا بناخد الار ايه؟ المينيمم اللي احنا بنشتغل عليه، صح ولا يا باشمهندسين؟ تمام؟ طيب الار يعني اللي تسيف لي عندي في البالانس والسايد ديستانس، كنا باخد الار المينيمم ولا الار الماكسيمم؟ الار الماكسيمم، لان يا باشمهندس انا واخد هنا الماكسيمم عشان تسيف فين؟ في الاثنين. الفي هي اللي بناخدها المينيمم، تمام؟ لحد دلوقتي يا باشمهندس الار دي هي الار سواء كنت انت شغال سمبل او شغال يا باشمهندسين او شغال سبايرال. امتى يظهر موضوع السبايرال ده في طرق توقيع الايه؟ ترانزيشن لينس على ايه؟ على المنحنى. عندي في طريقتين في التوقيع. التوقيع الاولاني باستخدام يا باشمهندسين السمبل كده. بستخدمه امتى ده يا باشمهندسين السمبل كيرف ده؟ قلنا في الطرق ذات السرعات المنخفضه. يعني يا باشمهندس؟ يعني في الاربن لما يكون السرعه اللي عندي اقل من كام؟ من 70. خلاص يا باشمهندس؟ بستخدم ايه؟ طريقه السمبل. تمام يا باشمهندس؟ ايه هي السمبل ده يا باشمهندس؟ قال له والله يا باشمهندس عن طريق ان انا يا باشمهندسين مش احنا قلنا يا باشمهندس ان انا عندي دي نقطه البي اي وعندي دي المنحنى صح؟ وقلنا دي البي سي وقلنا دي يا باشمهندسين البي تي. مش يا باشمهندسين المفروض شكل القطاع العرض للطريق يعني الميل العرض للطريق على اللي يا باشمهندس على المنحنى يكون ميله كام؟ الميل على المنحنى يكون قيمته كام؟ قيمة السوبر اليفيجن، صح ولا يا باشمهندسين؟ مش الميل اللي عندي يكون ايه؟ صح ولا يا شباب؟ طيب الميل على الخط المستقيم المفروض كام؟ كيو كيو، صح ولا يا شباب؟ ها؟ الاي دي كانت قيمتها للاربن من كام؟ من 2 ل 6 وللرورا من 6 ل 12، والاي والكيو دي قيمتها كام؟ 1 ل 2. ايه ال 1 ل 2 دي؟ ها؟ اللي هو عشان صرف المطر اللي هو النورمال كراون اللي هو الميل الطبيعي زي ما الباشمهندس بيقول، صح يا باشمهندسين؟ طيب كان يا باشمهندس قبل البي سي بحاجات بسيطة كنت محتاج ان القطاع العرض يكون كيو كيو، وعلى المنحنى يعني بعد البي سي بحاجات بسيطة محتاج ايه؟ اي. تمام يا شباب؟ طيب هل ينفع الكلام ده؟ ليه ما ينفعش؟ قال لي حط الاثنين على بعض كده، ده الكيو والكيو. تمام يا شباب؟ عشان احط الاي ده وليكن الاي هنا، يعني محتاج ان انا ارجم الكلام ده. هل ينفع اردم الكلام ده يعني اوصل من الشكل ده للشكل ده خلال مسافه زيرو، ولا محتاج مسافه قد ايه؟ محتاج مسافه مقدارها ترانزيشن لينس، صح ولا يا شباب؟ مش كنا محتاجين مسافه اسمها ترانزيشن لينس؟ اللي احنا كنا بنقول ايه؟ ايه الترانزيشن لينس ده؟ طول اللازم للانتقال منين لمنين؟ من ميل كيو كيو لميل ايه؟ لميل اي. بنحسبه ازاي؟ بنحسبه من جداول الاشهر الموجوده في البرنامج، سيبك من ايه؟ من المعادلات والحاجات دي. وعرفنا ازاي نجيبه من جداول الاشهر اللي هي من الاينمنت من برنامج السيفل، خش على الديزاين كرايتيريا. تمام يا باشمهندس؟ نخش نجيب ايه؟ قيمه الترانزيشن لينس بدلاله السرعه وبدلاله نوع الطريق. خلاص يا شباب؟ طيب يا باشمهندس، طيب يعني انا دلوقتي عاوز اوقع بقى ال ترانزيشن دي على المنحنى. طيب على المنحنى الهون عنده نوعين، اول حاجه اوقع ال ترانزيشن ده لو كان نوعه ايه؟ سيمبل. والسيمبل ده قلنا امتى؟ فاهم؟ السرعات اقل يعني بستخدمه في الارض. خلاص يا باشمهندس؟ طيب بوقعه ازاي؟ قال له اهو يا باشمهندس الرسمه بتاعته. انا عندي دي نقطه التقاطع يا باشمهندس اللي هي البي اي.
وعندي ده المنحنى وعندي دي البي سي وعندي دي يا باشمهندسين البي تي. قلنا يا باشمهندس لو هو سمبل فانا ببدا قبل نقطه البي سي دي بمسافه مقدارها قد ايه؟ 7/10 ال اس اللي هي ال ترانزيشن. كنت هنا يا باشمهندس الايه؟ شكل القطاع العرضي للطريق كان بيبقى ميل وصفر وكيو. وقبلها المسافه اسمها اكس كان يا باشمهندس شكل القطاع الطبيعي للطريق اللي هو ايه؟ كيو وكيو. بعد نقطة البي سي ب3/10 ال اس كان يا باشمهندس شكل القطاع العرضي للطريق هنا كله ايه؟ اي. نفس النظام اللي الأيامات التانية قبل البي تي بمسافة مقدارها 3/10 ال اس كان يا باشمهندس ميل اي. هنا 7/10 ال اس كان الميل ايه يا باشمهندسين؟ 7/10 0 وكيو. يبقى هنا ايه؟ 0 وكيو. قبلها بمسافة اكس كان ايه؟ يرجع تاني للكيو والكيو. مش بين الصفر مش بين الصفر والكيو يتحول لكل الاحوال. يبقى يا باشمهندس على الستريت هنا اللي هو الطبيعي كان ميل هنا ايه؟ كيو وكيو. هنا يا باشمهندس الميل على المنحنى هنا ميل ايه؟ اي. مش ده الطبيعي؟ وده يا باشمهندس المنحنى. خد مسافة هي دي اللي احنا بنسميها الـ ترانزيشن ايه؟ الكلية. تمام يا باشمهندس؟ اللي احنا بنحسبها منين؟ من الايه؟ البرنامج. في مشكلة دلوقتي؟ في مشكلة يا شباب؟ طيب. يبقى انا دلوقتي يا باشمهندس المنحنى ده مش عليه اتزان كامل. عليه اتزان في المنطقة دي بس. اللي هو الميل كله اي. ليه يا باشمهندس؟ لأن المعدل البالانس بيقول الاي زائد الاف اس بيساوي الفي سكوير على 127 ار. يبقى هو الاتزان في المنطقة دي. طب في المنطقة دي يا باشمهندس اللي هي 3/10 ال اس الميل هنا بإيه؟ ده الميل حاجة إيه بين البنين ممكن يكون إيه داش أقل منها بشوية. طب ما ده ما فيش اتزان كامل أنا رابط كده لأن السرعة قليلة. فاهمين ولا يا باشمهندسين؟ في مشكلة دلوقتي في الرسمة دي؟ طيب. لو النوع التاني بقى اللي عندي يا باشمهندس اللي هو النوع إيه؟ السباير. ده معلش ده السبايرال بس هو مكتوبه هنا ايه؟ مكتوبه هنا غلط يعني. تمام؟ السبايرال ده يا باشمهندسين بستخدمه فين؟ في السرعات العاليه في الاربا اللي هي السرعه اكبر من 70 وعاده دايما بفضل ان انا استخدمه فين؟ في الروب. في مشكله يا شباب؟ طيب. مميزات ان هو بيعمل لي نقل تدريجي للحركه يعني بيخلي لي بدل ما هنا في جزء هنا مش عليه اتزان كامل على المنحنى وجزء هنا مش عليه اتزان كامل على المنحنى لا بيخلي لي على المنحنى كله يا باشمهندس اتزان كامل. فاهمين ولا يا باشمهندسين؟ ازاي؟ قال ده السمبل اهو يا باشمهندس وده البي سي وده البي تي. قلنا لو نزلنا السمبل ده لتحت شويه كده يا باشمهندس وبعد كده عملت قبل الايه؟ السمبل ده سبايرال وعملت بعد السمبل ده سبايرال واللي منهم المنحنى ده. أنا عاوز دلوقتي يا باشمهندس الفرق إن من بداية المنحنى ده يكون الميل كله إيه ونهاية المنحنى ده يكون الميل كله إيه. والانتقال التدريجي من الكيو والكيو لحد الإي ده يحصل خلال السمبل وإيه خلال الإيه الستريت عندي. تمام؟ فقال لي يا باشمهندس عند النقطة دي بيكون صفر وكيو وعند النقطة دي بيكون كيو وكيو. من صفر وكيو للاي دي اللي هي الاي سبايرال وهنا ده يا باشمهندس اللي هي المسافه اكس. ترانزيشن لينس الكليه اللي هي دي اللي هي عباره عن الاكس زائد ال اس ده اللي هي ترانزيشن لينس. تمام يا شباب؟ نفس النظام هنا يا باشمهندس. هنا المسافه دي اللي هي ال اس اللي هي يا باشمهندس عندي هنا صفر وكيو. ارجع مسافه اكس يديني هنا الطبيعي اللي هو الكيو والكيو. المسافه دي اللي هي الترانزيشن لينس اللي احنا حاسبينها منين؟ من الجداول بتاعه الاشفه في البرنامج. تمام يا شباب؟ طيب هنا كانت النقطه دي بنسميها تي اس واس تي المساله اللي انتوا فاكرينها بقى بتاعت ايه ايام زمان دي. تمام يا شباب؟ بس الهدف هنا ان انا خليتها على المنحنى اتزان كامل من بدايه المنحنى لنهايه المنحنى الميل كله كام؟ اي. وعملت انتقال تدريجي للراديوس ازاي؟ هنا ار بكام يا باشمهندسين؟ الار بتاعت الخط المستقيم اللي هي بكام؟ ما لا نهايه. طب ار هنا بكام؟ ار بتاعت المنحنى
صح لا مش مهندس ار هنا بكام بتاعه المنحنى ار هنا بكام بما لا نهايه فعملت انتقال تدريجي للراديوس فعشان كده يحسنني في ايه في الخواص بتاعه السرعه وفي نفس الوقت يا باشمهندس ايه المنحنى عليه اتزان كامل في السيمبل مش عليه اتزان كامل عاوز اشتغل بالسيمبل وراضي بيه مفيش مشكله تمام يا باشمهندس لا عاوز احسن من الكلام ده عشان خاطر السرعه وكلام من ده فاعمل انتقال تدريجي عن طريق يا باشمهندس ال سبايرال واخلي المنحنى عليه يا باشمهندس اتزان كامل في مشكله يا باشمهندسين طيب قال لي ايه بقى دلوقتي يا باشمهندسين يبقى فهمنا ايه الفرق بين السيمبل والسبايرال الراديوس هو الراديوس اللي احنا بنجيبه من معادله البالانس خلاص شباب كل الموضوع في توقيع السوبر انفيجن تعالوا السوبر انفيجن يعني الشكل القطاع العرضي للايه للطريق في منطقه المنحنى من بدايته لنهايته ولا عاوز يا باشمهندس ايه تتغاضى عن 3/10 في الاول و3/10 في النهايه خلاص شباب طيب دلوقتي يا باشمهندسين لو الطريق اللي عندي تو لين تو واي ايه المقصود بتو لين تو واي حارة رايح وحارة جاي اعمل تدوير للكلام ده ازاي يعني انتقل ازاي يا باشمهندس من الكيو والكيو للاي دي انتقل ازاي ها قال لي يا باشمهندس انا عندي هنا في الكيو والكيو ده في ايه ثلاث نقط صح النقطه دي كنا بنسميها ايه الانر صح والنقطه دي ايه سنتر والنقطه دي ايه الاوتر صح يا شباب طيب كان يا باشمهندس انا ثبت نقطه واعمل ايه ها وعدل النقط الثانيه صح يا باشمهندسين قلنا فرضا لو احنا عندنا حوالين السنتر لاين يبقى ثبت النقطه دي ده هنا كيو وكيو ارفع ده لفوق خليها اي وانزل ده تحت خليها اي فاهم قصدي يا باشمهندس الكيو ده 2% الاي ده المينيمم بتاعها وليكن 6% يبقى انا طلعت من 2 ل 6 ونزلت من 2 لكام ل 6 تحت كنا بننزلها ازاي؟ ادي الكيو والكيو كنا بنعملها ازاي؟ ها؟ نوصل للاوتر ده نخليه زيرو وبعد كده نوصل للايه للكيو وبعد كده يا باشمهندسين نخلي كله ايه؟ مفهوم ولا يا شباب؟ اللي هي دي يا باشمهندسين اللي هو اهو من كيو وكيو اطلع هنا بالاوتر لزيرو بعد الزيرو اوصل لكيو بعد الكيو اوصل لايه؟ للاي في مشكلة يا باشمهندسين وكان ده الرسم اللي احنا كنا بنرسمها ليه؟ لشكل القطاع الطول وده اللي احنا هنعمله دلوقتي ازاي البرنامج بيطلع لك الرسمة دي خلاص يا باشمهندسين يبقى الرسمة اللي انت كانت بتتعبك دي البرنامج هو اللي هيطلعها لك جاهزة بس ده لو الطريق عندي نوعه ايه؟ تو لين تو واي وانا ارتضيت ان انا ادور حوالين ايه؟ السنتر وكنا بندور حوالين السنتر امتى؟ لما يكون في عندي ملاحق موجودة فين؟ بمنتصف الطريق، يعني أنا عايز أثبت النقطة دي والأوتر والإنر أرفعهم وأنزلهم مفيش مشكلة. مفهومة ولا؟ طيب، النوع الثاني من التدوير أدور إيه؟ ما هما ثلاث نقط، أثبت نقطة وأرفع الاثنين التانيين. أدور حوالين إيه دلوقتي؟ الإنر مثلا. طيب آدي الإنر أهو يا باشمهندس. ده السنتر، ده الإنر، ده الأوتر. ده كيو كيو عندي اللي هو منطقه الستريت اوصل ازاي على المنحنى اللي بين ايه؟ اثبت ايه دلوقتي؟ الانر هنثبت الانر ونرفع ده كله لايه؟ كنا بنعملها ازاي؟ ها؟ اوصل ده ارفع ده للزيرو وبعد كده ارفع ده للكيو وبعد كده ارفع ده للاي صح يا باشمهندس؟ الاي ده يا باشمهندس في بدايه المنحنى لو كان سبايرال على بعد 3/10 ال اس لو كان ايه؟ ها؟ لو كان سن وده اللي هو موجود هنا يا باشمهندسين. وكنا يا باشمهندس بنحسب ايه؟ كنا بنعملها بالشكل ده ونروح نرسم ايه يا باشمهندس الشكل ده؟ ده اللي البرنامج السفلي هيرسمه لك. خلاص يا باشمهندس؟ وكنا بنستخدم الانر ده امتى؟ في حاله لو الطريق اللي عندي ايه؟ كات سيكشن أو يا باشمهندس أنا عاوز أثبت الإنر إيدج يعني إيه؟ يعني يا باشمهندس في هنا رصيف موجود يبقى لازم النقطة دي تبقى ثابتة أو عندي هنا ترعة يبقى لازم النقطة دي ظروفها تبقى ثابتة
طب عندي cut section، اشمعنى عند cut section اسف cut section بثبت الانر؟ تخيلوا كده يا باشمهندسين، مش ده الارض الطبيعيه صح؟ وانا هنا يا باشمهندس جيت فحرت وعملت الطريق بتاعي ده الكيو والكيو، ده في منطقه ايه يا باشمهندسين؟ الستريت صح ولا لا؟ وكات سيكشن. طيب انا عاوز يا باشمهندس احوله، عندي منحنى يبقى احول من كيو كيو لميل اي، اختار ايه هنا دلوقتي؟ ادور انر ولا اوتر ولا سنتر؟ انر. ليه انر؟ قال لي يا باشمهندس تخيل لو انت اخترت الاوتر ايه اللي هيحصل؟ الاي هيبقى بالشكل ده، كميه الحفر هنا هيبقى ايه ظروفها؟ هتزيد، يعني ده هينزل لتحت يبقى كميه الحفر تزيد. مفهوم ولا يا باشمهندس؟ طيب لو دورت يا باشمهندس فين الرد؟ ده كله حفر. لو دورت هنا يا باشمهندس حوالين السنتر ايه اللي يحصل؟ يحصل هنا حفر وهنا رد. طب تكلفه الحفر اغلى ولا الرد؟ تكلفه الحفر اغلى. ليه؟ خصوصا لو كان في صخره. فاهمين ولا يا باشمهندس؟ طيب وبعدين مش هيبقى في ردم ولا حاجه، ده هو انت اصلا بتنقل. تمام يا باشمهندس؟ فهنا هيبقى القط هنا ايه؟ نفس القيمه تقريبا، اللي انت هتحفره هنا، اللي انت هتعمله القط هنا، هو اللي انت هتسيبه في الجبل هنا. فاهم قصدي يا باشمهندس؟ طيب. ولا الافضل اللي انا يا باشمهندس اقلل في كميات ايه؟ الحفر خالص، يعني هنا الكميه زي الكميه. طب هنا ايه اللي هيحصل في الانر؟ يبقى المنطقه دي كلها حفرتها ولا سبتها زي ما هي؟ سبتها زي ما هي. يبقى قللت الكميات القط ولا ما قللتش؟ قلل. يبقى الافضل لو كان كات سيكشن ادور حوالين ايه؟ الانر. ليه؟ عشان التكاليف. خلاص شباب؟ طيب النوع الثالث طبعا الرسمه دي اتفقنا مع بعض اللي احنا ايه البرنامج هو اللي بيرسم، هنعرف ازاي يرسمها دلوقتي. النوع الثالث عندنا يا باشمهندسين اللي هو ايه؟ تدوير حوالين ايه؟ الاوتر. ما احنا عندي ثلاث نقط لازم ادور حوالين واحده منهم واثبت الايه الاثنين الباقيين. طيب ادور حوالين الاوتر ده يا باشمهندس ازاي وامتى؟ ادي ده يا باشمهندس شكل القطاع العرض للطريق في منطقه الستريت، ده الانر وده السنتر وده الاوتر ايدج. انا عاوز اوصل دلوقتي يا باشمهندس لميل ايه؟ اي. اثبت ايه؟ الاوتر. طب عشان اوصل للكلام ده اوصله ازاي؟ ها كنا بننزل بده زيرو وده كيو، وبعد كده انزل كله كيو، وبعد كده انزل بالاي. فاهمني ولا يا شباب؟ نستخدمه امتى؟ نستخدمه لو كان عندي هنا يا باشمهندس عاوز اثبت الاوتر ده كريتيرا هنا اليمنيه دي، او كان عندي هنا يا باشمهندسين كان في رصيف. في مشكله يا شباب؟ او لو طبعا في السكشن بحيث ان انا اقلل كميات الايه؟ كميات الرد. خلاص شباب؟ يعني انا عندي كميات الرد هنا ده وليكن هنا كده يا باشمهندسين، بصوا كده يا شباب، عند الطريق جاي كده، ده الارض الطبيعيه وانا رادم الجزء ده، وبعد كده حطيت الطبقات. افضل واحد هنا بحيث يقلل لي كميات الرد من هون الارض. فاهمين ولا يا باشمهندس؟ يبقى افضل واحد اللي انا اقلل هنا الكميات اللي هي عباره عن ايه؟ شوف الكميات هتقل بالمقدار ده كله. مفهوم ولا مش مفهوم؟ يبقى احنا دلوقتي فهمنا يا باشمهندس لو كان الطريق عندي تو ان تو واي، عندي فيه اما اللي انا ادور حوالين ايه؟ الانر، او ادور حوالين السنتر، او ادور حوالين الاوت، وفهمنا ندور ازاي. في مشكله يا شباب؟ طيب لو كان الطريق اللي عندي بقى يا باشمهندس نوعه ايه؟ ديفايند. لو ديفايند ده يا باشمهندس بدور بناء على ايه؟ ها؟ بناء على عرض الجزيره. لو عرض الجزيره اقل من 4.5 بدور حوالين ايه؟ حوالين ايه يا باشمهندس؟ السنتر بتاع الجزيره. حوالين ايه؟ انا عندي هنا الجزيره ايه يا باشمهندس؟ في نوعين عندي من الطرق، في طريق اسمه كراون وعندي طريق تاني اسمه جراوند. يبقى يا باشمهندسين لو كان عندي الطريق ده ديفايدد
فانا عندي يا باشمهندسين في نوعين من الطرق، عندي الكلاوند وعندي ايه بلانر. ايه ده يا باشمهندس؟ عندي هنا ده جزيره، ايه صح؟ كلاوند ده يعني يا باشمهندس الايه اللي رايح في ميل كيو كيو، وده في ميل كيو كيو، والجزيره دي اي مكان عرضها. لكن البلانر دي ظروفه جزيره، وعندي هنا ده يا باشمهندس ده كده وده كده، ده الاتجاه اللي رايح وده الاتجاه اللي جاي، ده ميل كله كيو وده ميل كله كيو. بفاضل ده او ده عادي براحتك، ده بس يا باشمهندس عشان خاطر لما اعمل التصميم للدرينج لصرف المطر على الطريق، تمام يا باشمهندس، بفضل البلانر. انت عامل صرف مطر بقى وفلوس كتير وكلام من ده يسمح للكلام ده، مفيش مشكله. خلاص شباب؟ طيب دلوقتي يا باشمهندسين، لو عرض الجزيره دي قلنا كام؟ 4.5 او اقل من 4.5، اعمل ايه؟ بدور حوالين السنتر لاين بتاع ايه؟ بتاع الجزيره. ادي السنتر لاين بتاع الجزيره اهو يا باشمهندس، وادور ده كده وده كده، ده كده وده كده صح؟ ولا عاوز اوصل للاي؟ للاي. يبقى ده غلط يا باشمهندس، ده انا بدور ده لفوق، يعني ده كده اي وده اي، صح يا باشمهندسين؟ هنا ده السنتر لاين، بدور ده يا باشمهندس الاي فوق والاي تحت، تمام ولا يا شباب؟ يبقى النقطه دي هي اللي ثابته، النقطه دي اللي هي بتاعت السنتر لاين اللي ثابته، وبعمل ايه الميول بتاعتي. طيب يا باشمهندس لو عرض الجزيره كام؟ 4.5، من 4.5 ل 12، بعمل ايه؟ بثبت الميديان ايدج. فين الميديان ايدج هنا؟ ادي الميديان ايدج صح؟ يبقى ثبت الميديان ايدج، اخلي ده الاي، واطلع عند الميديان ايدج هنا اخلي ده الاي. اثبت الميديان ايدج هنا اخلي ده الاي، واثبت الميديان ايدج هنا واخلي ده الاي. مفهوم ولا مش مفهوم؟ تمام؟ طيب لو هو بقى عرض الجزيره اكبر من كام؟ من 12، بعمل ايه يا باشمهندسين؟ كل طريق لوحده. يعني الطريق ده يا باشمهندس انت عاوز تدوره حوالين ايه؟ الاوتر، صح؟ دور حوالين الاوتر، مش ده الانر، انا اسف، يبقى ده الاي بتاعته اهي. وهنا ده يا باشمهندس عايز تدورها حوالين ايه؟ الاوتر، دور حوالين الاوتر، ووصل دي تبقى الجزيره بالشكل ده، مفيش مشكله، صح؟ فاهمني ولا يا باشمهندسين؟ يبقى هنا يا باشمهندس لو كان اقل من 4.5 بدور حوالين ايه؟ السنتر بتاع الجزيره. لو كان يا باشمهندس من 4.5 ل 12 بدور حوالين ايه؟ الميديان ايدج. لو كان يا باشمهندس اكبر من 12 بدور حوالين ايه؟ كل طريق لوحده. طب بعمل الكلام ده ازاي؟ برنامج السيفل زي ما هنتعلم دلوقتي. اول حاجه في الشاشه دي يا باشمهندسين، ده لو الطريق اللي عندي ايه؟ undefined، ونوعه ايه؟ كراون. طب والنوع ده هنا يا باشمهندس؟ undefined، وظروفه وبلانر. ايه الفرق بينهم؟ هنا دي في صرف على اليمادي، لكن هنا في صرف يا باشمهندسين على اليمتين. بس النوعين ايه يا باشمهندسين؟ undefined. طب الاندفايدد بدوره حوالين ايه؟ ثلاثة، اما الاوتر او الانر او ايه؟ او السنتر. امتى ده وامتى ده وامتى ده؟ على حسب بقى الحاجات اللي احنا قلنا عليها من ايه شوية. تمام يا شباب؟ اللي تحت ده يا باشمهندسين عبارة عن ايه؟ ديفايدد وايه؟ وكراون. ادي اهو يا باشمهندس ده كراون لوحده وده كراون لوحده، وديفايدد فيه جزيرة في النص. الرسمة اللي انا راسمها هنا على السطور. طب والنوع ده يا باشمهندس اللي هو ايه؟ ديفايدد وايه؟ وبلان. تمام يا باشمهندسين؟ تيجي بقى نشوف الاوبشن اللي موجوده في البرنامج، تعالى كده مع بعض نسمي لنا. أول حاجة يا باشمهندس أروح هنا على البرنامج عندي وأختار الألاينمنت بتاعي اللي إحنا اخترناه. طبعًا الحاجات اللي إحنا قلناها المرة اللي فاتت كده خلاص بقت معروفة، اللي هي الجيومتري والبروبرتيز والستايل والحاجات دي خلاص فهمناها. الخطوة اللي بعد كده يا باشمهندس، بعد ما رسمت وظبطت الألاينمنت بتاعي، أروح مختاره وأجي هنا ألاقي في حاجة اسمها إيه؟ سوبر اليفيجن، واقول له هنا يا باشمهندسين كالكوليت ايديت سوبر اليفيجن، واقول له هنا يا باشمهندسين كالكوليت سوبر اليفيجن ناو، يظل الشاشه اللي انا كنت ظاهرها من ايمي شويه. هو نوع الطريق اللي عندك ديفايدد ولا undefined؟ على حسب عدد الحارات اللي انت مصممها. جبت عدد الحارات منين؟ من المعادلة والايه اللي احنا كنا، ايه الشغل اللي احنا اشتغلناه اللي هو بتاع تحديد عدد الحارات بتاعة الطريق. لو طلع عندك حارة جاي يبقى نوعه ايه؟ undefined، صح ولا يا باشمهندسين؟ طب لو undefined، هو انت يا باشمهندس مختاره كراوند ولا ايه ولا بلانر؟ بناء على ايه ده؟ بناء على صرف المطر، صح ولا يا باشمهندس؟
طيب هنا مديك اوبشنز يا باشمهندس، ايه الاوبشن اللي موجوده؟ ها لو انت عاوز تدور حوالين السنتر لاين، دور حوالين السنتر لاين ده لو انا عاوز اثبت منسوب السنتر لاين. طب انت عاوز تدور حوالين الليفت سايد ولا عاوز تدور حوالين الرايت سايد؟ ما هو ده اللي هو الانر والايه والاوتر. الليفت ده اللي هو المقصود بيه يا باشمهندسين الانر، والرايت ده اللي هو المقصود بيه ايه الاوتر. تمام يا باشمهندسين؟ في مشكله؟ نعيد بس على نقطه الليفت والرايت ده يا باشمهندسين. الطريق يا باشمهندس ركز مع بعض يا باشمهندسين، طريق مع بعض كده يا باشمهندسين بالشكل ده صح. لو عندي المنحنى اهو يا باشمهندس وعندي الطريق جاي كاسر كده وجاي منحنى بالشكل ده، فين السنتر لاين بتاع الطريق ده؟ الراديوس ده هنا صح. طب والراديوس هنا ايه ظروفه؟ لفوق. الانر والاوتر ببيامه ايه؟ الانر ببيامه ايه؟ ها بيامه السنتر بتاع الكيرف. يبقى هنا ليا يا باشمهندس الانر ايدج وده الاوتر ايدج صح يا باشمهندس؟ طيب السنتر هنا اهو، يبقى الانر فين والاوتر فين؟ الانر تحت والاوتر هو اللي فوق. انر انر اوتر اوتر. تمام يا باشمهندس؟ طيب فين الرايت والليفت؟ انا راكب العربيه دلوقتي يا باشمهندس صح؟ اللي على ايدي اليمين ده ظروفه هو الرايت، واللي على ايدي الشمال ظروفه هو الليفت. تمام؟ هنا طبعا انا اسف، يمه السنتر لاين ده الانر وده اللي هي يا باشمهندس الاوتر. تمام؟ طيب انا وانا جاي هنا يا باشمهندس جاي على المنحنى ده، فين الرايت وفين الليفت بالنسبه لي؟ الرايت اللي فوق والليفت هو اللي ايه؟ اللي تحت. يبقى دايما الرايت يمته ايه؟ الانر، ودايما الاوتر يمته ايه؟ الليفت. يبقى انت لما تيجي تختار من هنا ليفت يبقى ايه المقصود بيها؟ اوتر. لما تيجي تختار انر يبقى ايه المقصود بيها؟ الرايت. خلاص يا شباب؟ طيب نفس الاوبشن دي يا باشمهندسين موجوده لو كان النوع ايه؟ اندفايدد وايه؟ وبلانر. بتلاقي نفس الاوبشن موجوده اللي هي سنتر بيس لاين او ليفت او ايه؟ او رايت. خلاص يا شباب؟ في مشكله دلوقتي؟ هنا بقول لي الهاي سايد لوكيشن، هل هي الليفت ايدج ولا الرايت ايدج؟ يا باشمهندسين بختار الليفت ايدج ده امتى وبختار الرايت ايدج ده امتى؟ لو انت هنا هتدور حواليه الانر. تمام يا باشمهندس؟ وهنا بقول لي ليفت ايدج ولا رايت ايدج؟ ايه المقصود بيها؟ هو فين الليفت وفين الرايت هنا؟ ده بلانر صح يا باشمهندس؟ هو الطريق اللي انت عامله بالشكل ده يبقى الرايت هو اللي واطي، مش الرايت ده اللي على ايدي اليمين والليفت ده هو اللي عادي ولا العكس؟ محدش فاهم حاجه. البلانر اهو يا باشمهندس ممكن يكون ده بلانر وده برضه بلانر صح يا باشمهندس؟ هنا ده اللي على ايدي اليمين ده الرايت وده الليفت، ده هنا اللي على ايدي اليمين ده الرايت وده الليفت. الهون اللي منسوبه عالي هنا الليفت هو اللي عالي ولا الرايت؟ الليفت. يبقى هنا اقول له ليفت. فين هنا اللي منسوبه عالي؟ الرايت. فاهمين ولا يا شباب؟ فعلى حسب صرف المطر انت حاطه فين؟ حاطه هنا ولا حاطه هنا؟ ايدك اليمين انا ماشي اهو بالعربيه يا جماعه، ده الرايت ده الليفت، ماشي بالعربيه ده الرايت ده الليفت. ايه؟ ما هو هنا ده يا باشمهندس في البلانر ده الرايت والليفت اللي انا ايه؟ ده العربيه جايه منين؟ جايه اهو، انا ماشي من هنا ورايح هنا. خلاص يا باشمهندس؟ ماشي. يبقى يا باشمهندس الاندفايند عرفنا نقول امتى ليفت ونقول امتى ايه؟ رايت. تمام؟ انا ماشي اهو بالعربيه، ده البدايه، ده الاستيشن صفر. وانا ماشي بالعربيه اهو. يبقى ده الرايت بتاعي وده الليفت بتاعي. خلاص يا باشمهندس؟ وهنشوفها دلوقتي نجربها ونشوفها بتنعمل ازاي، بس احنا بس نشوف الاوبشن هنا بنختار ازاي. طب لو الطريق اللي عندي ديفايدد في عندي نوعين، في ايه يا باشمهندسين؟ الكراون وفي ايه؟ البلانر. تمام يا شباب؟ بيقول لي هنا يا باشمهندس التدوير حوالين ايه؟ بيقول لي هنا حوالين السنتر لاين، وراح حاطط لك هنا نقطة حمراء هنا يا باشمهندسين، يبقى المقصود بيه اللي هو هيدور حوالين ايه؟ هي السنتر لاين بتاع الجزيرة. طب ده ادور حوالين السنتر لاين بتاع الجزيره امتى؟
لو الميديان اقل من كام؟ من 4.5. لا انت اللي بتحدد عرض الجزيره في المشروع ده يا باشمهندس. في المشروع انت اللي بتحدد عرض الجزيره. انت عاوز عرض الجزيره كام فيه في الكود، في الكود اللي هو بتاع الجيومتريك محدد ايه، بتحدد عرض الجزيره بناء على ايه. بس انا بفضل دايما ان عرض الجزيره يكون كبير. ليه يا باشمهندس؟ لان المفروض اصلا اي طريق في الدنيا لو انا بوصل بين مدينه ومدينه، عملت طريق اهو يا باشمهندس، الطريق ده يا باشمهندس المفروض اعمله بدايه اول ما كده اخش كده، انا اصمم الطريق ده مثلا على مده كام يا باشمهندس؟ 20 سنه، صح شباب؟ طيب 20 سنه لما جيت حسبت بالايه؟ بالحسابات بتاعتي، لقيت يا باشمهندس ان انا محتاج حاره رايح وحاره جاي. خلاص يا باشمهندس؟ طيب بعد ال 20 سنه دي يا باشمهندس لو جيت على الطريق ده الاقي الاقي المباني هنا كده، والاقي المباني هنا كده، عاوز اوسع الطريق يا جدعان، اوسعه ازاي؟ اعرف اوسع الطريق؟ ما اعرفش. يا باشمهندس ده المفروض طبقا للقانون في حاجه اسمها حرم طريق، محدش هيحترمه. صح يا شباب؟ حرم الطريق ده بيقول لي ايه؟ ها؟ بيقول لي المسافه يا باشمهندس بتاعت عرض الطريق زائد يعني الطريق كله زائد مسافه من هنا فاضيه زائد مسافه من هنا فاضيه. بيقول لي تقريبا ده حرم الطريق. تقريبا بيكون مثلا 50 متر على ايه؟ على الاطراف بعض الطريق على حسب ما الكود بيقول لك قد ايه. مسافه فاضيه وبعد كده المفروض تبني. ايه اللي بيحصل من الاهالي؟ ما بيحترموش وبيروحوا مقربين من الطريق وعاملين ايه؟ وبانيين. طب انا اعمل ايه بقى انا دلوقتي؟ ما حدش بيحترم حرم الطريق. يبقى كان الحل ايه؟ اللي انا اعمل هنا يا باشمهندس جزيره في النص. اخلي الحرم في النص. يبقى ده السنتر لاين بتاع الطريق. واروح اعمل هنا ميديم جزيره واروح اعمل بعد كده الحارات بتاعت الطريق. بس مينيموم المفروض طالما انت قسمت مينيموم حارتين. خلاص ولا يا شباب؟ طيب الميديم دي بقى يا باشمهندسين يفضل تبقى ايه؟ تفضل تبقى كبيره. تمام؟ وليكن 30 متر 20 متر 15 زي ما انت عارف. تمام يا شباب؟ مفهوم ولا مش مفهوم؟ طيب ليه يا باشمهندس؟ عشان خاطر استخدمها في التوسعات المستقبليه. لو الناس جت بنت على الاطراف فانا في هنا مسافه في النص ايه؟ مسافه في النص فاضي. حد بنى في النص بقى تبقى حاجه ثانيه. فائده الجزيره دي يا باشمهندس حاجتين على فكره لما تبقى كبيره في النص. ليها كذا فائده. الجزيره اللي في النص دي لما تبقى كبيره فائده اول حاجه التوسعات المستقبليه. تاني حاجة يا باشمهندسين لما اجي اصمم اليوتيرن هنا الاقي اليوتيرن اللي عندي تصميم ومرتاح جدا وانت جاي تلف وكلام من ده. تالت حاجة يا باشمهندس الاضاءة. لما يكون الجزيرة دي كبيرة الراجل ده ماشي بحاله والراجل ده ماشي بحاله، الكشافات ده مش مأثرة على ده ولا ده مأثرة على ده. فالجزيرة دي مصلحة من كل النواحي. خلاص شباب؟ انت بقى بتختار عدد الجزيرة زي ما انت عارف. يبقى ده يا باشمهندسين السن. بعد كده في عندي هنا اوبشن بيقول لي يا باشمهندسين بعد كده هنا يا باشمهندسين الاقي الميديان ايدج. صح يا باشمهندسين؟ ميديان ايدج ده استخدمها امتى؟ لو عرض الجزيره من 4.5 لكام؟ ل 12. او بقى اللي انت ايه كل اتجاه لوحده. ادي ده الليفت لوحده. بصوا هنا كده يا باشمهندسين ده عملت ليفت لوحده وده ليفت لوحده واتفقنا الليفت دي المقصود بقى ايه؟ الاوتر تقريبا صح؟ وهنا يا باشمهندسين لو قلنا رايت هنا ايه اللي حصل؟ دور كل واحد لوحده حوالين ايه؟ الانر. تمام يا شباب؟ نفس النظام لو كان ايه يا باشمهندسين؟ ديفايدد. عندي اول حاجه يا باشمهندسين اللي هو السنتر لاين اللي هي البيس لاين اهو في السنتر بتاع الجزيره ده لو عرض الجزيره اقل من كام؟ من 4.5. عندي هنا ده يا باشمهندسين الميديان ايدج يعني كل اتجاه لوحده ده لو عرض الجزيره من 4.5 لكام؟ ل 12. لو اكبر من كده كل اتجاه لوحده اما ده ليفت. بص بص على ايه؟ على المكان بتاع التدوير او يا باشمهندسين او راي. ايه دي؟ فوق فين؟ هنا يا باشمهندسين نختار من هنا عندي فايدد وليكن حاره رايح حاره جاي واختار التدوير مثلا وليكن حوالين السنتر لاين. تمام يا شباب؟ عرفنا طبعا ايه امتى نستخدم كل حاجه من الحاجات دي. خلاص شباب؟ بعد كده اقول له ايه؟
نيكس. نيكس هيروح قلب لي على الايه على الخطوه اللي بعد دي. هنا بقول لي رود وي تايب، ممكن اختار من هنا لاينز او اسيبها زي ما هي واختار ايه نيكس. خلاص شباب. طيب هنا طبعا ده يا باشمهندس العرض اللي انا ادخله. هنا بقول لي النورمال لين ويدث، المقصود بايه؟ المقصود بيه نص عرض الطريق. ما هو راسم لك هو نص عرض الطريق اليمادي ونص عرض الطريق اليمادي. هو اصلا نوعه ايه؟ طول انتو ايه؟ فانا عرض الحائط. نص عرض الطريق هنا كام؟ لو طول انتو ايه؟ هو المفروض لو طول انتو ايه بنزودها شويه، بنخلي المينيمم بتاع الحاره 5.5 مش 3.65 زي ما انتم حافظين. تمام؟ وليكن هنخليها زي ما احنا حافظين كام؟ 3.65 لو هو كان طول انتو ايه؟ بس هي يفضل ان هي ما تقلش عن 5.5 متر. ليه؟ عشان خاطر يا باشمهندس المناوره. تمام يا شباب؟ طيب الميل الطبيعي بتاع الحاره كام؟ من 1 لـ 2. صح يا باشمهندس؟ انا معلم هنا حاجه فوق اسمها ايه؟ سيمتريك، يعني اللي الجزء اللي انا مطبقه هنا هو الايه؟ اليمه التانيه. بعد كده اقول له يا شباب اقول له نيكس، هو في شولدر ولا ما فيش شولدر؟ ما يا باشمهندس لان ده الصفر، كل ما تنزل لتحت ماينس من فوق بوزيتيف، يعني لو الميل فوق بوزيتيف، لو الميل تحت ده ماينس، لان هو ده الضغط بتاعك. بس انا عندي طريقه كده بتبقى هو البرنامج قابلها بالشكل ده، هو البرنامج واخد يا باشمهندس من ده الضغط فوق بوزيتيف تحت نيجاتيف. مفهوم ولا ايه يا شباب؟ يبقى انا هنا اخترت عند فايد كراون سنتر. طبعا انت هتختار بناء على عرض الجزيره اللي انت فرضه. تمام يا باشمهندس؟ هنا ده سيمتريك. بعد كده يا باشمهندس هو في شولدر ولا ما فيش شولدر؟ وليكن في شولدر. طب لو في شولدر عرض الشولدر كام؟ ما يقلش عن 1.80 متر عشان خاطر ما نخشش في حاجه ثانيه. الايديال 1.80 متر، ازيد ماشي، اقل يبقى الطريقه اللي انت مصمم عليها هي بتختلف بالنسبه للليفل اوف سيرفيس، طريقه تحديد عدد الحرارات بطريقه الليفل اوف سيرفيس. خلاص؟ انتوا ما درستوهاش هنا في المعهد، بس انا ثبتها 1.80 متر. خلاص شباب؟ بعد كده ميل الشولدر يا باشمهندسين المفروض يكون زي ميل الحاره ولا ازيد؟ في الحق المفروض يكون ازيد. ليه يكون ازيد؟ يا باشمهندسين هو الشولدر ده ايه فائدته؟ الشولدر ده ايه فائدته؟ باشمهندس بيقول له والله يا باشمهندس اول فايده للشولدر ان هو مكان عشان خاطر العربيه تعمل صيانه فيه تركن فيه. تاني فايده ليه ايه؟ لو عندك هنا ترعه. فانا بعمل ايه يا باشمهندس؟ بخلي مسافه اسمها لاترال كليرنس، مسافه امان. عشان ايه يا باشمهندس؟ مش اخلي الراجل وهو ماشي كده فرضا الراجل ده ناعس او حصل فيه غفوه او اي حاجه. فبعمل ايه يا باشمهندس؟ بخلي الشولدر ده درجة الخشونة بتاعت الأسفلت بتاعته أعلى من الإيه؟ الرصف العادي. خلي الخشونة هنا عالية. طب لو الراجل ده غلط أو الإضاءة بتاعة الطريق مش كويسة ومشي على الشولدر، إيه اللي يحصل؟ الخشونة عالية فيعمل صوت. فلما يجي يظهر صوت يروح هو واخد باله فيرجع تاني للطريق. طب تخيل مفيش شولدر وحصل فيه عفوه بسبب الاضاءه او بسبب ان هو حصل فيه اي مشكله، عينه حصل فيها حاجه كلام من ده، ايه اللي يحصل؟ يلبس ويخش فين؟ في المنخفض او الترعه ده. فيبقى عباره عن مسافه امان لاترال كرينيوس عشان السايق يكون ايه ماشي بامان على الطريق. وبعمل الاسفلت بتاعه بخشونه عاليه. طيب يا باشمهندس الميل بتاع الطريق الطبيعي 2% عشان صرف المطر. هنا النعومه بتاعت الاسفلت كويسه. طب لو خليت هنا يا باشمهندس نفس الميل والخشونه عاليه، ايه اللي يحصل؟ الميه تقف. فلازم ازود الميل. ليه زودت الميل؟ لان الخشونه بتاعت الاسفلت عاليه وحافظ عاوز احافظ على سرعه الميه. مفهوم ولا مش مفهوم؟ تمام. فعشان كده يا باشمهندسين الميل بتاع الشولدر تقريبا بيكون من 2 لـ 5 أو 6%. ناخده كام؟ وليكن 5%. في نوعين يا باشمهندس، في نوع اللي هو الانبيفد شولدر وفي نوع تاني اللي هو البيفد شولدر. انبيفد شولدر ده اللي هو غير مرصوف زي ما انت بتقول. براحتك يا باشمهندس على حسب التكاليف، في فلوس في مفيش خلاص. طب اصل الانبيفد ده معناه ايه؟ اللي انت بتسوي بس الارض وخلاص ما بتحطش اسفلت. طب هتخشنا ازاي؟ بتخشنا دي يا باشمهندس في الخلطه نفسها.
في عملية الدمك والإيه والخلطة نفسها. يعني الدمك بمواصفات معينة والخلطة نفسها من الخلاطة تبقى مواصفات معينة. بس عادة بتبقى الخلطة واحدة وأنا بقى إيه بظبطه في الإيه في الدم. خلاص شباب؟ بيقول لي هنا يا باشمهندس، بيقول لي طيب أنت عاوز الشولدر ده في منطقة المنحنى يكون ميله إيه ولا ميل تاني؟ فمن ولاش مواصين؟ فدايما بخليها إيه؟ ماتش لين سنوب، يعني نفس الميل بتاع الحارة اللي هو الإيه. عاوز انت تغير بقى طبقا للمواصفة غير براحتك. الديفولت ده اللي هو ايه الميل الشائع، اختار اللي انت برنامج الميل اللي انت عاوزه. تمام يا باشمهندس؟ انا دايما بختار ايه ماتش بقى. خلاص شباب، طبعا لو تكيت هنا معناها ايه؟ ان ما فيش شولدر، كده معناها يا باشمهندسين في شولدر، وده معناها يا باشمهندسين ان في ايه سيمتري. خلاص شباب، بعد كده يا باشمهندسين بختار المواصفات اللي انا اشتغل عليها. انت شغال على مواصفة كام؟ 6%. وعندك عدد حرارة الطريق اللي هو كام؟ وليكن 4×2، هنا احنا شغالين على 2، والمواصفات دي ثابتة بنخليها ليه؟ اللي هي المواصفات الستاندرد بتاعة البرنامج. لو كان سيمبل يا باشمهندسين، فاكرين 7/10 و3/10 هي دي يا باشمهندس اللي انا بغير ايه منها لو كان ايه؟ لو كان سيمبل. طب لو كان سبايرال، ها؟ نص ونص. بس هو هنا بقول لك ايه يا باشمهندس؟ السبايرال على السبايرال كامل هو اللي شايل الموضوع ولا لا؟ فهو السبايرال كامل هو اللي شايل، فبنخليها 100%. لكن نص ونص دي المقصود بها ايه؟ قبل البي سي بنص وبعد البي سي بنص، بس بنفس الوقت على السبايرال هو التغير على السبايرال كامل، بس السبايرال نصه قبل ونصه بعد. مفهوم ولا يا شباب؟ تمام. طبعا بخليها ثابته واخلي دي كام؟ 70 زي ما احنا ايه متعودين. في مشكله يا باشمهندس؟ وبعد كده اقول له ايه؟ اقول له فينش. يروح ظاهر لي السبايرال يا باشمهندسين. تمام، عندي ايه ده؟ ليه المواصفات بتاعته؟ حد فاهم حاجه من التيبل ده؟ نيجي نفهمه كده مع بعض. طبعا اللي انا بعمله ده عشان نفهم بس مش اكتر. هو كده خلصت الخطوه عندك وهنعرف ازاي نظهره، بس عايز افهمك هو الراجل عمل ايه. لو جينا عملنا اكسبورت هنا يا باشمهندسين، في هنا حاجه اسمها اكسبورت وحاجه اسمها ايه؟ امبورت. لو قلت اكسبورت هنا ورحت مسيف الكلام ده، طبعا هو بيسيف بامتداد يا باشمهندسين سي اس في، يعني هيفتح ايه اكسل عادي. لو رحت كده على الديسكتوب الاقي الملف اللي هو السي اس في اهو، اقول له اوبن كاكسل شيت. يظهر عندي هنا يا باشمهندس الملف ده. طبعا سيب الشولدر دلوقتي في حاله، مش عاوزين نظهر الشولدر ده. ايه ده؟ ده اللين الانسايد لين، ده الانسايد لين الليفت، ده برضو ملهاش لازمه. احنا بس عايزين ايه نوضح حاجات معينه. ده هنا الشولدر ملوش لازمه دلوقتي. بعد كده هنا مش مهندسين في عند الرايت او السايد شولدر، ده برضو ملوش لازمه دلوقتي. بعد كده في هنا ليه الرايت لين، ودول كده ملهمش لازمه. عاوزين نفهم يا باشمهندس، هل هو اتبع القواعد اللي احنا شغالين عليها ولا ما اتبعش القواعد اللي احنا كان شغالين عليها؟ خلاص شباب؟ هو هنا يا باشمهندسين قال لي عند ستيشن صفر الميل ايه المقصود بالليفت والرايت؟ عند اهو الطريقه يا باشمهندس. عندي هنا دي يا باشمهندسين المنحنى. تمام يا شباب؟ وعندي هنا بيقول لي عند ستيشن صفر بتاعت الطريق الميل ايه؟ كيو كيو اللي هو 2 و2. عند ستيشن 13 كذا، 13 كيلو. تمام يا باشمهندس؟ كام؟ 2 و2، يعني لسه ايه؟ ستريت، صح ولا يا باشمهندسين؟ عند الكيلو 13455 كام؟ 2 و2. عند ستيشن 472 13 كذا، بدا يبقى ايه؟ 0 و Q. بعد كده يا باشمهندس عند الستيشن ده بدا يبقى كام؟ Q و Q. بعد كده عند الستيشن ده بدا يبقى كام؟ الاي اللي هي 4 و9. كنت انا مدخلها هنا 4 و9، نعرف ازاي ندخلها دلوقتي. تمام؟ هنا يا باشمهندسين عند الستيشن ده الميل كام؟ ميل اي.
بعد كده لما راح اليمة التانية رجع لكيو كيو 2 و 2 بعد كده يا باشمهندسين 0 وكيو بعد كده رجع للايه للطريق الاستريت بتاعه بقى اللي هو 2 و2 اللي هي كيو كيو فمنه لاش منصيب بعد كده رجع للطبيعه يبقى هو ده يا باشمهندس البرنامج كده فاهم ولا مش فاهم فمنه لاش منصيب يبقى طريقه الاختيار بتاعتي من البدايه طريقه مظبوطه ولا طريقه غلط طريقه مظبوطه خلاص شباب طيب لو انا عاوز اعدل اي رقم من هنا يا باشمهندسين ممكن اعدله تمام واروح اعمل هناك امبورت فاهمين ولا ايش مهندسين يعني من الشاشه دي اروح اعمل ايه امبورت طيب مش عاجبني الشغل ده كله وكنت انا غلطان اصلا في عمليه الادخال اعمل ديليت للايه للكلام ده منين اروح اعمل ديليت اللي هي دي واروح اعمل له ايه ديليت الناس فاهمه انا عملت ايه ولا مش فاهم تمام ده شيت اكسل عادي ممكن تغير فيه اي حاجه وتسيفه من نفس الامتداد اللي هو السي اس فيه وتروح تعمل هناك امبورت لا ما هو انت دخلتها في الشاشه اللي احنا كنا دخلناها بالخطوات هو راح محولها لك البرنامج كشيت اكسل البرنامج هو اللي عملها مش انا اللي عملته تمام طبعا هو هنا ايه لو جيت بس اخترت كده وقلت ايه ديليت هروح مدلت ان شاء الله ادي كمان دله الباقي هو دله جزء ولسه جزء كده دله الباقي اهو يا باشمهندس بعد كده اقول له ايه اتكع على علامه الصح دي وارجع تاني اختاره من اول وجديد واقول له سوبر اليفيجن واديت واقول له هنا دلوقتي يا باشمهندسين كرييت سوبر اليفيجن عارف لما كنتش دلت ما كانش ظاهر الشاشه دي تمام يا باشمهندسين ليه لانه هو مفعل تمام اتفقنا مع بعض ان احنا هنختار انديفايدد هنا ده الطريقه اللي عندي اللي هو سنتر لاين انا عايز ادور حوالين السنتر قلنا هنا يا باشمهندسين ده النورمال لين ويتس اللي هو نص عرض الطريق وده اللي هو الميل اللي عندي قلنا يا باشمهندسين ده الميل وده الايه الكيو اللي هي بتاعه الشولدر هنا يا باشمهندسين لازم اتاكد ان انا مختار ايه الاي بتاعتي قيمتها كام وعندي هنا الحاره وعندي ده الكلام ده وبختار هنا ده كام 7/10 او 70 ده انت بتضيف بقى اوبشن جديد انا اتعلم ازاي دلوقتي نعمل خلاص تقلقش بعد كده اقول له هنا يا باشمهندسين اقول له فينش يظهر لي نفس الشاشه اللي احنا ايه ظهرناها بعد كده اقول له يا باشمهندس اقول له خلاص مفيش مشكله طيب هو هنا ظهر حاجه يا باشمهندس ما ظهرش حاجه بنظرها منين قال له والله يا باشمهندس من هنا في حاجه اسمها كرييت سوبر اليفيجن ايه فيو يقول لي ايه يا باشمهندس سميه بالاسم اللي انت عاوزه انا عاوز اصدر السوبر اليفيجن بتاع الطريق اللي هون رود ايه هو بس نشوف اسمه هنا كان اسمه ايه الالاينمنت اللي احنا شغالين عليه كان اسمه ايه في هنا كذا الالاينمنت كنت انا اشتغلت عليه فنقول سيلكت كده نعمل السيلكت الاخيره دي كده نشيل السيلكت دي ونعمل هنا يا باشمهندس سيلكت اه هو ده يبقى انا شغال على رود ايه 2 ودول ادلتهم ما لهمش لازم انا شغال على رود 2 ده تمام يا باشمهندسين واروح اصدر الليبل اللي عليه اقول له سيلكت واقول له والله يظهر لي بعد اذنك الليبل اللي عليه عن طريق من هنا امبورت اهو تمام واقول له ايه اقول له امبورت واظهر الايه الحاجات اللي احنا كنا بنظهرها اوكي اوكي خلاص بعد كده يا باشمهندسين اروح من هنا من سوبر ديفيجن اقول له كرييت سوبر ديفيجن فيو واجي من هنا اختار اي اس ده الرود هنا ده خلاص ظهر واجي من هنا بقى يا باشمهندسين بيقول لي ايه؟ هو انت عاوز تظهر الليفت ولا الرايت ولا الشولدر؟ انا ما بحبش اظهر الشولدر فاشيل الشولدر من هنا. نظهر الليفت على الرايت نظهره ونشوف شكله اللي احنا الشكل اللي هو القطاع الطول اللي انتوا كنتوا بترسموه بايديكم ده ولا لا؟ خلاص يا شباب؟ اقول له ايه دلوقتي؟ اوكي واروح في اي مكان هنا يا باشمهندس واختار الكلام. هيروح ظاهر لي يا باشمهندس شكل القطاع العرض للطريق كله من البدايه للنهايه. طب انا عاوز ابص على ايه؟ بصوا هنا كده يا باشمهندسين اهو ده المقصود بيه نقطة البي جي اللي هي نقطة يا باشمهندسين السنتر لاين وعندي هنا ليه يا باشمهندسين 2% تمام؟ ايه المقصود بالكلام ده؟ احنا مش كنا بنرسم يا باشمهندس الايه؟ لما كنا بنرسم القطاع الطولي ده كنا بنرسمه ازاي؟ مش كنا بنقول يا باشمهندسين لما اجي ابص على الطريق في منطقة الاستريت
كان بيظهر لي خط عند السنتر وخط الاوتر والانر منطبقين على بعض. يعني كده يا باشمهندس السنتر بالشكل ده والاوتر على الانر بالشكل ده، ده الاوتر وده السنتر وده الانر. مفهوم ولا مش مفهوم؟ مفهوم. وبعد كده يا باشمهندسين كنا بنعمل ايه الخطوات بتاعتنا عشان نظهر للشكل اللي هو ده يا باشمهندسين؟ معلش بس هنفتحه في ثواني. مش ده الدوير حوالين السنتر لاين يا باشمهندسين؟ مش ده اللي هو منطقه الستريت؟ كان ده السنتر لاين والانر والاوتر منطبقين على بعض. اه هو ده الشكل اللي هو في منطقه الستريت. مش ده عند ستيشن صفر؟ ستيشن صفر اه. مش هنا ده يا باشمهندسين؟ ده عباره عن ايه؟ تانجن. فده خط السنتر لاين وده خط الاوتر والانر منطبقين على بعض. مفهوم ولا يا شباب؟ طبعا هنا يا باشمهندس المنحنى موجود عند ستيشن كام؟ عند ستيشن بقى ايه؟ هتلاقيها 13 شويه صح؟ نروح هنا كده يا باشمهندسين على نشوف المنحنى موجود فين. نعلم على ده كده والمكان الغريب ده هو ايه اللي موجود عند المنحنى اهو. بيقول لي هنا عند ستيشن كام؟ 14 13 ايه كيلو و 430 متر. هنا ده يا باشمهندس ده كله كان اللي قبل كده كان تانجن صح؟ بعد كده يا باشمهندسين هنا برضه نفس النظام عند 13 455 كان لسه ايه؟ كان لسه عباره عن تانجن. بعد كده ايه اللي حصل؟ احنا بندور حوالين ايه؟ سنتر. فالاوتر هو اللي بيطلع لفوق لمنطقه معينه، ادي الاوتر صح يا شباب؟ ادي طلع فوق السنتر. وبعد كده يا باشمهندس عند جزء معين بيروحوا نازل الانر اللي تحت. وبعد كده بيمشوا خط بيمشوا ابميل كله ايه، وبعد كده يرجع يتقلب الموضوع بعد كده. طيب نيجي نبص على الرسمه دي والرسمه اللي عندنا، هل هي هي ولا لا؟ نقفل دي كده يا باشمهندسين ونصغر الكلام ده ونصغر الايه؟ اللي احنا كنا من ايه بنعملها بايه؟ بالايد. في فرق؟ اي ده منطقه السرير، ده الانر اهو يا باشمهندس، ده الاوتر بيطلع لفوق صح يا باشمهندس؟ بعد كده الاثنين بيمشوا مع بعض، بعد كده يا باشمهندس بينزع ايه جنب الموضوع تاني. يبقى برنامج السيفل يا باشمهندس رسم لي الكلام ده ولا ما رسمش؟ في مشكلة ولا مفيش؟ خلاص شباب الناس بقى تطبق الكلام ده عندها يلا بسرعة. يسألني سؤال بيقول لي يا باشمهندس هو ده بينطبع كده؟ لا ده ما بينطبعش كده يا باشمهندس، ده بيظهر في منطقة البروفايل. أنا بظهره ليه كده؟ بظهره يا باشمهندس عشان أقدر أعمل إيديت. إيديت ليه؟ يعني إيه؟ يعني يا باشمهندس السيشن هنا كام؟ لو البرنامج حسب المسافة دي غير الحسبة اللي أنت بتحسبها بعمل إيه؟ كل الموضوع اللي أنا واقف هنا وأرجع ده لورا شوية. ممكن تعدل من هنا او تعدل على شيت الاكسل، تدخل انت الاستيشنات على شيت الاكسل. لا والله يا باشمهندس ده انا عندي الميل اللي هنا وليكن مش 2%، لا انزل بالميل اللي انت عاوزه، اطلع بالميل اللي انت عاوزه، يعني ممكن تعمل ايديت بالشكل ده، وده هيظهر ان شاء الله فين؟ في المشروع بمشيئه الرحمن واحنا شغالين مع بعض. خلاص يا شباب؟ انا عاوزكم بس خطوه خطوه كده مع بعض تتعلم الكلام ده بيتم ازاي. تمام؟ لكن هنا انا ممكن اعمل اي ايديت انا عاوزه، ولما اجي اروح اصدر البروفايل المره الجايه هيظهر لي السوبر الفيجن ده في البروفايل. طيب يا شباب ويظهر لي كمان لو انت عدلت هنا في الاستيشنات او عدلت في الميول او اي حاجه تقدر تعدل بالشكل اللي انت عاوزه. تمام يا شباب؟ يعني فرضا الميل هنا كام؟ طب انا عاوزه كام؟ 6. اطلع كده يا باشمهندس وقول له انا عاوزه عند 6. طلع عندك عند 6. الميل هنا كام؟ ها انزل لكام؟ ل6. البرنامج قراها 4 و9، اقراها زي ما تقراها. انا عاوزها كام؟ 6. اعدلها منين؟ اعدلها من هنا بقى 6 اهو يا باشمهندس. وتحت كام؟ وتحت 6. بس طبعا انا ايه لما جيت ضغطت غلط. نقول بس كنترول زد. ال 4 و9 دي انا عاوز انزل عند -6 اهو يا باشمهندسين. بقى ايه عند -6؟ يبقى فوق اقول له عند بوزيتيف 6، تحت بقول له عند ايه؟ -6. عرفت منين بنغير؟ يبقى التغيير هو البرنامج قالها 4 و9، قلت لكم ايه من شويه نغيرها، نغيرها منين؟ نغيرها من هنا او من شيت الاكسل. لو فتحت شيت الاكسل هنا وخليت دي بدل من 4 و9 خليتها كام يا باشمهندس؟
6 واقول له فاير سي فاز وسيبه سي اس في وعمل له يومين. ايه قيمه ليه انت اللي فرضها؟ مش احنا قلنا بنفرضها بناء على نوع الطريقه اللي هو اربن ولا رورا. هو عملها ايه غلط انا بصلح. يبقى عرفت ازاي تعمل ايه على ايه على السوبر اللي فيه في مشكله يا شباب؟ طيب خلاص يا باشمهندسين الالوان دي لو مش مريحات بعمل ايه؟ بروح اعمل رايت كليك وايه سوبر ايفيجن فيو بروبرتيز واروح ادخل هنا يا باشمهندسين على الستايل واغير الالوان اللي انا عاوزها. فاهمني ولا يا شباب؟ نفس الطريقه اللي احنا شغالين بيها. تمام يا شباب؟ طيب نتدرب بس دلوقتي وبعد كده لو في اي حاجه هتفنصل هنقول لكم عليها بعد كده. خلاص؟